ta nouvelle collection ديال الحوايج كلمينا شويه على هاد ليفينمون. Alors هاد ليفينمون هو اول ايفينمون ديالي اللي غادي ندير في عالم الازياء. هو ايفينمون اللي كنت دائما نحلم نديرو في هاد الدومين هذا ديال الازياء. اليوم غادي تشوفوا لا كوليكسيون ديالي فيها كو دي كاب. فكرت ندير لي كاب حيت شي حاجه اللي ما كايناش ديجا عندنا في كاينه ولكن كاينه قليله وكاينه بواحد الطريقه اللي عاديه. الوغ كان ما دخلتش فيها كاع ما دخلتش فيها اللمسه التقليديه نهائيا. درت واحد لي كاب بيجو، درت لي كاب اللي تقدر تلبسيهم بالنهار، دي كاب اللي تقدر تلبسيهم حتى بالليل. يعني تقدر هاد لا كاب تقدر تكوني لابسه غير تيشيرت وجين وتلبسي فوق منها اون كاب كتبدل لك اللبسه كلها. وتقدري تكوني عاوتاني لابسه اون جولي روب وتجي تفوق منها ديك لا كاب بيجو غادي تزيد تزين لك لا روب حسن ما ديري عليها فوق منها امونتو مثلا. ولا بد كنمشي عند اخصائيا، يعني هما اللي تيعطيوك نصائح، ولكن ليلى حديو دائما كتبغي الجديد، دائما كتبغي شي حاجه ما تنبغيش نبقى في نفس اللوك، ما تنبغيش نبقى في هذا. دونك كنمشي عند اخصائيا كنهضروا تنستشر معاهم، من بعد نديروا شي لوك شي حاجه جديده.